لو الحكاية فيها إن فيتو هنعمل عليها نهائي دوري مراكز الشباب إن شاء الله يوم 8 مايو، ودي هتبقى حاجة قوية جدا. في حاجات بسيطة لكن مؤثرة زي مركز شباب البطارية. بعد سنوات طويلة المنطقة بتاعت البطارية دي كانت أرض فاضية وكانوا بيسموها أرض مسلة، إحنا أول وزارة نزلنا وعملنا عليه مركز شباب. قريبا جدا هيتم افتتاحه بإذن الله. المدينة الشبابية في شرم الشيخ هنستضيف عليها بطولة السكواش الشهر الجاي في شرم الشيخ. أول مرة بتلعب عندنا ملاعب طويلة، هيبقى عندنا مدينة متكاملة جدا باستكمال حمام السباحة البنك إن شاء الله. خلال الأشهر القادمة هيكون عندنا مدينة متكاملة فيها جميع الألعاب في شرم الشيخ. فإحنا الحقيقة وبعلن برضه عند حضراتكم هنا إن إحنا هننتهي من تطوير مركز شباب الجزيرة، هننقل على طول عندنا قطعة أرض ملاصقة لمشروع الهدف بتاع كرة القدم. هنعمل فيها ملاعب على أعلى مستوى إن شاء الله، هيبقى عندنا حاجة شبيهة بمركز شباب الجزيرة في المنطقة اللي موجودة هناك، لأن الأرض هناك أرض قيمة جدا وفي منطقة يعني سكانية مفتوحة.